لكن الآن راح نوقف في هذه المحطة ويكون معنا اتصال واحد من صناع ألبوم الأرض، هو الموزع مشاري اليتيم. حياك الله مشاري. الله يحييك ويسلمك. هلا أخوي. يا هلا مرحبا، شلونك؟ مبروكين هذا النجاح. الله يبارك فيك ويطول بعمرك. مشكورين على دعمكم، ما شاء الله عجبكم الألبوم. أوه جميل جميل جميل. ما شاء الله أنت 4 تعاونات في هذا الألبوم، يعني شيء جميل مشاري. يعني أنا يعني خل هذا الموضوع نروح فيه إلى يعني أول تعاون لك مع أم حنين. يعني من أول تعاونك معها كانت بأي أغنية تحديدا؟ إذا كانت الله يحفظك أغنية قضى عمري. الله، هذه الأغنية اللي سوت لويا. هذه الأغنية سبحان الله ويت 2018 نعم. كنت قاعد أنا في الاستديو سبحان الله وطلعت الأغنية، يمكن فجأة كذي صارت ووزعتها والملحن لحن والشاعر كتب نفس الوقت وأم حنين غنت بنفس الوقت. يعني أغنية جت فجأة ونزلت والحمد لله. يعني كانت سنجل يعني صراحة ذكي يعني، والكلمات جميلة واللحن جميل والكلمات مستفزة شوية. إلى جديدة كلمات ما انقالت. صاد. ومن ذاك التعاون أنت كنت معاهم ترى بالكليب، عدل؟ نعم بالفيديو كليب. صح، لما نزلت الأغنية يعني قالت لي أنا، قالت محنين لازم تيجي معانا الفيديو. قلت لها حاضر. ورحت والله، وشرف لي، شرف كبير. محنين أم وأخت كبيرة وتحتوي المواهب وتحتوي الشباب وتحتوي المبدعين. يعني أم حنين مهما يعني أقول عنها ما راح أوفي عنها. نعم، من يعني من تطلق ألبوم الأرض أكيد هي تمتلك عاطفة الأرض، وأم حنين بعاطفتها وإحساسها يعني تتسيد دائما في إنتاجاتها. من أول تعاون لك مع أم حنين بقضى عمري، ونشوفك مستمر في أعمالها وأيضا تتواجد في حفلاتها، واستذكرنا يعني هذه المحطة الجميلة وأول تعاون لك معها وتفاصيلها. الآن مشاري اليتيم، وين تكون سهولة العمل مع أم حنين؟ وين تكون الصعوبة؟ تحين اشتغلت معاها أم حنين، سهلة بشنو وصعبة بشنو؟ أم حنين سهلة طبعا بالتعامل وبالاحتواء وبالحب وبالتقدير، بس بالشغل يعني جدية، يعني عندها الوقت وقت والاختيار، يعني ما حد يقدر يفرض عليها شيء، هي تختار، هي اللي تبي، هي اللي تختار. يعني أم حنين فنانة كبيرة بمعنى الكلمة، يعني مهما أقول قلت لك ما أقدر أوفي. نعم، حنين تعلمت منها الكثير، تعلمت منها شلون الواحد يستمر ويصبر على الشغل اللي هو يشتغله. يعني صبر قيمة عظيمة، وأغلب اللي نجحوا في مجالاتهم تحلوا بالصبر في الظروف لما تتكالب عليهم ويمرون بالظروف الصعبة. التكيف والتأقلم ومن ثم الصبر أكيد بعدها تنفرج الأمور، وإن شاء الله دوم الأمور منفرجة. آمين وياك. الله يحفظك. الموزع مشاري اليتيم معانا على الهوى. ومشاري في ألبوم الأرض تحديدا، شنو الأغنية اللي وزعتها في هذا الألبوم وقالت لك نوال أو أبو سليمان مشعل عروي مشاري عندك أحسن، عدل على كذي، سو كذي، ضيف كذي، شيل كذي؟ والله شوف، الأغاني إحنا كلهم سوينا فيهم تعديلات وسوينا فيهم، يعني مثلا شيل كورال. أكثر واحدة، أكثر واحدة صار فيها تغيير، أكثر واحدة صار فيها تغيير ولا أغنية يعني توك والله ولا. ليش أنا أقول لك ليش؟ لأن إحنا أنا وسليمان ومحنين يعني إحنا عائلة، فاميلي، يعني عايشين بيت واحد. نعم. يعني مدة تقريبا 3 سنين من كورونا للحين إحنا مع بعض ناكل ونتغدى ونتعشى واستديو بنفس المكان، يعني نفس البيت. اي نعم. يعني كل الشغل يكون يعني بيننا، عرفت انه ما في تعب، انه خلاص عارفين من البدايه نبدي الشغل، يعني عارفين احنا ايش بنسوي كذي يعني. فالحمد لله يعني ما واجهنا ولا صعوبه، يعني الحمد لله الله سهلها علينا والالبوم نزل الحمد لله، وما شاء الله الناس قاعده تبارك ومستانسين
زين الحمد لله الامور طيب. جميل زين، احنا شفنا مشاري اليتيم كموزع، متى نشوفه كملحن ولا هذا الباب منت؟ والله قريب ان شاء الله. اي والله عندي اغاني تقريبا، عندي 7 اغاني ان شاء الله قريب ان شاء الله. ما شاء الله، مع منو؟ زين عطنا ال. والله انا اقول لك، لان لحين ما خلصت التنازلات، اول ما خلص التنازل من عيوني اخوي صالح راح يدري عن كل شيء. يعني اخوي صالح دويخ اخوي حبيب قلبي، يعني معرفه 13 سنه. انت انا اعرفه قبلك ترى. حبيب مشاكل، والله مشاكل حق العمر. انا وياه رحنا عمره ما شاء الله، يعني عمره عجيبه من 13 سنه كانت حلوه، وان شاء الله الله ان شاء الله نعيدها مره ثانيه ان شاء الله تكون معانا. امين امين. اي والله، وانا ثالثكم ان شاء الله باذن الله. مع يعني نهايه حوارنا، ما ابي اطول عليك، نبيك تقدم اغنيه القصايد، ونبيك يعني انت تتكلم، يعني تقول عن التعاون من كلماته والحانه ومن توزيعه، نبيها بصوتك. يعني تبين اغنيها مثلا؟ لا والله ما يمنع. لا لا، ابيك تتكلم عن الاغنيه، يعني من تعاون فيها على اساس ايه بنحطها ان شاء الله. حاضر. اي حاضر يا حبيبي. الله يحفظك. القصايد كلمات وارثه، الشعره وارثه، نعم. الحان يزيد الخالد، توزيع مشاري اليتيم. عساك على القوة. الله يقويك، طول بعمرك. مشكور وتشرفت بمعرفتك، وأول لقاء لي معاك على الهوى كان. وعلى فكرة أنا أول لقاء لي، يعني أنا أول لقاء أخذه يعني حصري. يا حبيبي نتشرف نتشرف. يا حبيبي شرف. وأنا أدعوك أن هني هذا كرسيك ينطرك في إذاعة المرينة. الله يطول بعمرك إن شاء الله. تسلم حبيبي. تسلم. شكرا مشاري اليتيم. شكرا لك والله.